بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل إخواننا التعامل مع الإيه؟ مع المنيو ستريب، ولكن من الألف للياء. تعالى بقى نقفل المشروع ده، نحفظه الأول، نعمل له كلين، تمام؟ عشان إيه؟ نشيل الملفات اللي إحنا مش محتاجينها، والإخوة برضو إيه؟ ياخدوه. أدي كلك السوليوشن، وهنا بروجكت على المنيوز، لا المنيو ستريب، هنا نقول له إيه؟ خلاص كده تم ضغطه، خلاص وانا هاخده ان شاء الله في الاخر وبرفعه. طيب تعالى نفتح المشروع، له فايل نيو، ها بروجكت، هنقول له هنا ايه اهو، نسميه منيو مثلا، ايه عايزين نعمل مثلا ايه، منيو بروجرامنج مثلا، او فول بروجرامنج، عشان ندخل فيها التصميم خالص، اللي هو التصميم ايه اثناء الكودينج، كله هيبقى اثناء الران تايم. واحده واحده، ده ببساطه الايه الفورم بتاعتك. خلي بالك، ركز باللي عليه، لو فاتك اي شيء ان شاء الله في المحاضره دي، لو فاتك اي شيء يعني في المنيو ان شاء الله في المحاضره دي هتوضح لك الايه الجزء العتمه اللي ايه اللي مش قادر يوصل. تعال هنا هات لي زرار. جميل جميل. طيب الزرار ده هو اللي هيبقى مسؤول عن إضافة القيم. في مشكلة في كده؟ مفيش. أهو تعالى في البوتون، بوتون 1، أنا عايز أعرف قيم ديم ماي منيو، أو بنقول عليها منيو أز، نسميها إيه؟ المين، أهو مين منيو، المين منيو، خليها من غير أندرسكور، المين منيو، ها أز نيو منيو ستريب، بس خلاص. بس اصبحت المين منيو عباره عن منيو ستريب، صح؟ صح. طيب المين منيو، ها دوت ايتمز، خلي بالك دوت اد، اد هضيف، هنضيف ايه لو سمحت؟ ملف، تعال عند الميم اند لف كده، صح صح. طيب المين منيو، ها دوت ايتمز دوت اد، الطريقة دي كده اللي انا بعملها، ها غلط، مش غلط، مش محبذة، انا ممكن اضيف كده بس ده كده بقى ايه، ها غلط. خلي بالك بقى اعمل ايه، انا كده ضفت قايمة، ها ضفت ايه قايمة. طيب شغل كده مش هيحصل حاجة، خلي بالك في الأول احنا في نقطة جديدة هنمر بيها. لا طيب، لا طب نعمل فيزيبل ولا نعمل ايه؟ لا قال لك الحاجات اللي بتحتاج ان انت تصممها، خلي بالك، ها بتحتاج ان انت تضيفها للفورم. بقول له ايه؟ ام ايه الفورم الحالية، ها دوت كنترولز، دوت ايه كنترولز اهو، ها دوت اد، اضيف ايه، ها ها هقول له ايه المين منيو دي، ده بيضيف لك اوبجكت للفورم. شغل، ها اضغط على الزرار ضاف لك الفورم. لا ايه ده، يعني انا ممكن اضيف زرار عن طريق البرمجه، عادي عادي اهو ديم، ده حته جانبيه كده، بي تي ان از نيو نوع بوتون، تمام اهو، ها البي تي ان دوت تكست بيساوي نيو بوتون او نيو، ها البي تي ان دوت مثلا ايه الفور كلر بيساوي كلر دوت بلو اهو، البي تي ان دوت، خلي بالك دي مهمة جدا، اللوكيشن بيساوي نيو لوكيشن، ها او نيو بوينت، اسف مش هسمع نيو لوكيشن، نيو بوينت، ها فين؟ هقول له لو سمحت النيو بوينت مثلا 20، محور الاكس 20 والواي 100،
ضفته خلاص انا عملت بالبرمجه ها اوبجكت اسمه بوتون، واديت له خصائص واديت له كل شيء، عايز اديله حدث اعمل هاندل. لاحظ هي دي البرمجه القديمه اللي كانوا بيعملوها اصلا، ما كانش بيجوا في التصميم هات لي يا ابني افتح لي الديك بتاع كده، ادلق لي هنا بوتون، ادلق لي هنا مش عارف ايه، ويلا كود كود. تمام، هي تسهيل مش اكتر، لكن بفرض ان انا عايز اضيف برمجه، اضيف بعد ما اخلص اقول له الام اي الفورم الحاليه تمام دوت ها كنترولز، الكنترولز اللي عندي دوت اد اهو، هضيف فين ها البي تي ان البوتون اللي انا عملته. تمام، نفذ اهو، اضيف هنا ها، ضاف لك زرار المنيو وضاف لك الفورم بس. تمام، نرجع بقى لايه، هنقف ان شاء الله معاها درس، يعني الكلام ده هنقف معاه درس. احذف ده خلاص. تمام، انا كده ضفت الايه المين منيو. طيب بس دي تبقى اخر حاجه، اضيف المين منيو دي في الاخر. تعالى هنا هعرف قسم اهو، هسميه هنا الايه مثلا ايه ملف، دي قائمه ملف، هقول له الاتي ديم مثلا فايل منيو، سماها فايل منيو از. تمام، نيو ها تول ستريب، تول ستريب منيو ايتم فايل منيو ها دوت تكست، النص بتاعها يساوي ميم اند لف كده خلاص. طيب الفايل ها منيو دوت مثلا ايه دوت اتشيكد ها بيساوي ترو، في مشكله؟ مفيش مشكله خلاص. طيب بلاش اتشيكد دي، خليها في الحاجات الفرعيه. فايل ها منيو دوت ايمج بيساوي مثلا، ممكن نحدد صوره ملف او انت تحدد اعملها انت الايمج بقى، ضيف لي بقى للايه للمصادر عندك وضيف. تمام، طيب هقول له هنا دي الايه القائمه الايه الاساسيه اهو الفايل، عايز تضيف القائمه الفرعيه بتاعتها ضيف اهو فايل مينيو دوت دروب داون ايتمز. تمام، في عندك خاصيه الاول اسمها هاز دروب داون ايتمز، هل هو عنده دروب داون ايتمز؟ لا او ترو. تمام، طيب هقول له هنا دروب داون ايتمز اهو، هتضيف ايه لو سمحت؟ ضيف لي ها هنا. واحد يقول لك ايه هضيف كده، لا بقى احنا خدنا، انت هتتعب في الاول. هنا تقول له ايه اهو ديم، انت خليك هكمل انت المثال، هي طريقه متعبه طبعا بس ايه برمجيه اهو، سيف هو ده كده بالظبط، يعني انت هتضيف هنا العناصر بتاعته اهو از كده سيف، ادي كده ناخد السيف، وادي كده السيف از، وادي كده الاوبن، وادي كده الاكزيت، ادي كده سيف از، وادي كده اوبن، خلي لي ده سيف وسيف كده سيف وسيف از، وهنا اكزيت. في مشكله في كده؟ بفضل الله مفيش مشكله، خلاص خلصت الملف اهو. تمام، تعالى نقول له فايل ها منيو اهو دوت دروب داون ايتمز دوت اد، ها هتضيف ايه لو سمحت؟ على فكره انت ممكن اصلا تضيف رينج، مش دول اساسا عبارة عن تحطهم في مصفوفة؟ مش مشكلة بقى، نضيفهم واحد واحد. هنضيف ده اهو، نضيف ده، ناخد ده كوبي بيست 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 كده. تمام، ادي كده ضفت ده وضفت الاوبن ها وضفت الايه ها الاكزت. في مشكلة في كده؟ بفضل الله مفيش مشكلة، خلصت من الفايل اقفل اللي بعده. ها هنعمل قايمه واحده بس واثنين بس، غير كده لا خلاص، كمل انت مشروعك بقى، كمل انت ايه ها مشروعك اهو ملف. هقول له مثلا ده ايه عن البرنامج. تمام، فايل او اسف هعرف انا ايه اخد دو اخد اثنين بس كده اهو، هسميه فايل مش منيو بقى هنا اباوت منيو، اباوت منيو هنا اباوت منيو اباوت. تمام تمام يا اخوانا، تمام هقول له هنا اد، خلي بالك انت عرفتهم
بس لسه ما عملتش الاضافه، سطر كده جديد هتقول له دم. ها خلي بالك هنا انت لسه الى الان عرفت لي ده، ها لسه ما ضفتش الفايل منيو للمين منيو، المنيو دي ما نضافش حاجه لسه. هنا تقول له دم، مش دم مره واحده بقى، هنا اباوت منيو الكبيره، ها دوت دروب داون ايتمز دوت اد، ها هتضيف ايه لو تفضلت ده اهو بس خلاص تمام. طيب تعالى هنا بقى في الايه، ها هنا عرف لي بقى الايه، عرف لي ده، ده مش لازم تعرفه لي، التكست بتاعه بيساوي كذا تمام، التكست بتاعه دوت تكست بيساوي حفظ تمام، ده التكست بتاعه. انت ممكن تعمل كل الايه، ها البروبرتس حفظ البروبرتس اللي انت عايزها يعني باسم تمام. هنا يا اخوانا اهو هنقول له هنا ده اوبن اهو، هقول له فتح تمام، ثم اكزيت دوت تكست، خلي بالك بقى دوت تكست يساوي ها خروج. طيب انا عايز اعمل اختصار، ها شورت كات للفايل اكزيت، هقول له فايل ده اكزيت اهو دوت شورت كات، ها هنا شورت كات هنا كيس بيساوي، خلي بالك بقى الكيس مثلا الايه، ناخد مثلا نعمل ايه كنترول دي ده زائد ها الكيس زرار كنترول، زرار ايه ها كنترول كي، يبقى كنترول كي تلقائي هيضغط على خروج تلقائي، صح صح. طيب جميل خلصت كده، عملت ده وعملت ده، هتقول له هنا ايه اهو اباوت منيو دي كده دوت تكست تمام. المفروض على فكره دي نجمعهم فوق كده لوحده، نعرفهم فوق كده ايوه اهو بالشكل ده كده قبل الاضافه عشان ايه نكون مقسمين ومنظمين تمام. انا في حاجه دخلت مكان حاجه، تعال نشوف ايه الخطا اللي انا عملته ايوه كده خلاص. وفي الاخر تعمل عمليه ايه اهو ديليت كده قسم تمام اهو، لاحظ ده الكود مقسم اهو، ثم برضو هنا تقول له هنا دوت تكست بيساوي اهو عن البرنامج، وتجيب لي الاساسيه بتاعته فوق كده اهو، والاساسيه فوق اسمها اباوت منيو، اباوت منيو دوت تكست بيساوي برضو عن البرنامج، او ممكن نقول بس برضو ما بياخدوش هنا تمام، او ممكن نقول له هنا ايه اهو عن البرنامج، هنا تقول له ايه ده بيساوي التكست بتاع ده بس خلاص، ده بيساوي التكست بتاع ده اللي هو اصلا ده خد التكست من ده بس خلاص. في الاخر تضيف بقى الايه دي ها ودي، بس تضيف الفايل منيو الاول اهو، هتقول له ايه مين منيو دوت ها ايتمز تمام دوت اد، لان هي اصلا مين منيو هاد ايه الفايل منيو تمام. هنا المين كده بالشكل ده مين منيو ها دوت ايتمز ها دوت اد الايه اباوت منيو كده خلاص. وفي الاخر على الفورم يقول لك ايه ها كنترولز دوت اد كذا، طب احنا ممكن نشيل دي يعني الام ايه لانه اصلا انت في الفورم، لاحظ تعال نشوف الخطا اكيد في خطا. طيب هنا اهو شورت كي فاليو فانفاليد انم نمبر، طيب تعالى عديها دلوقتي هنلاقي لها حل ان شاء الله، عديها تمام اهو ملف ها حفظ ايه ده بقى، ده لسه واحد ما ادتلوش اسم عن البرنامج عن البرنامج، طيب تعالى نشوف ايه اللي ما ادتلوش اسم، ما هو ده تكست سيف انا نسيت اقول سيف ايه سيف اس اهو ده سيف اس دوت تكست جميل. طيب انا اصلا محتاج المين منيو دي تبقى ايه ها مين منيو
دوت رايت رايت تو ليفت ها بيساوي ترو اهو يس او هي بتساوي يس تمام كده عشان تبقى ناحيه اليمين. لاحظ ملف اهو اضغط كده على الالت ها ظهر تحت اللام ايه ها دي ليه؟ لان انا كنت عامل هنا ميم اند لف تمام خلاص. طيب يبقى عمليه الهاندل ها هسيبها لك انا هعمل لك واحد فقط بس تمام اللي هو الايه اللي هو ده اللي هو بالشورت كات تمام. هاجي هنا بعد ما اقول له اد او تقول له اد بصراحه هنا هنعمل قسم هنا هقول له ايه اهو ريجن اسمه هاندلرز تمام وهنا الاند ايه الاند ريجن تمام. هقول له هنا سب مثلا ايه هاندل اكزت اللي بتهندل الايه الاكزت. في مشكله في كده؟ لا هنقول له ايه فاكر انت هل انت متاكد من الخروج ومش عارف والكلام ده المهم علينا خلاص. هو اقول له ايه اكزت وخلاص تمام اكزت ايه اهو ام ايه دوت كلوز دوت كلوز بس او كلوز وخلاص كده بس خلاص. طيب هاجي هنا اقول له ايه ها بدل انت عرفت فوق تمام ممكن تهندل ممكن ايه اهو تهندل لو انت عرفت فوق خالص الاثنين دول كده او للاسف المتغيرات العامه خلاص او تضيف له هنا ايه اد هاندلر اد هاندلر ها هقول له ايه الحدث اللي هو اسمه كان اسمه ايه فايل منيو اكزيت ها دوت كليك تمام. ايه ممكن هنا اهو تقول له صب صب ايه ها كلوز بس بس خلاص استخدمت ايه ها لامدا اكسبريشن او بيسموها الانونيمس ميثود داله خفيه. هي داله وبتعمل شيء بس خفيه ما اقدرش اتعامل معاها وكبر دماغك خالص اهو ولا تعمل ريجن ولا اي شيء خالص. عايز تعمل كده ماشي هسيب لك الاثنين اهو خلاص يا اخوانا بس تعال نجرب اهو طول ملف ها خروج خرج. طيب يبقى بقى بفضل الله قبل ما ننهي الدرس ده الدرس ده دسم جدا لان انت هتقعد تصمم عايزك انت تصمم انا عايزك انت اللي تصمم وفي نفس الوقت تصمم لي كونتكست منيو او تجيب لي دي من دي عادي تمام. طيب يبقى بس عمليه الايه ها الفايل اللي انت تعمله شورت كات. طيب جميل تعال كده نشوفها واحده واحده. ادي كده الفايل منيو اكزيت هنا مش زائد يا اخوانا لا هنا بنستخدم اور عشان استخدم الكنترول الكي اهو الدي والاور الاثنين مع بعض باستخدام الايه ها الاور. ممكن نقول له هنا ايه تاني بس خلي بالك المفروض تدي له ايه ها هنا تقول له فايل اكزيت دوت شو او شورت كات ايه شو شورت كات كيز هو بولين قول له ترو اظهرها لي لو سمحت اظهر لي الايه الشورت كات بالشكل ده كده اضغط على بوتون خطا طيب هنا برضو الكيس. طيب تعالى بقى اجيب الايه ها الكنترول قبل هنا كده الكنترول هنا اور كذا تمام بالشكل ده كده يبقى الكنترول قبل الدي كده اضغط على البوتون برضو في خطأ. طيب الشورت كات كيز ممكن مثلا شيل الكنترول كي خليه كنترول بس واظن هو الكنترول بس بالفعل هو الكنترول بس. لاحظ ظهر الايه الكنترول دي لو انا ضغطت الكيبورد على كنترول دي ها اغلق الايه ها بفضل الله يا اخوان اغلق الايه يبقى الخطا بس كان عندي ان انا استخدمت زائد دي الخطا الاول. ثانيا استخدمت الكنترول دي الكيس دوت دي قبل الكنترول المفروض كنترول الاول زائد ده. ممكن تقول له مثلا اور اهو كيز كده دوت شيفت تمام اور بالشكل ده كده يبقى كنترول شيفت دي اهو لاحظ كنترول شيفت دي لو ضغطت كنترول وشيفت ودي فبالتالي خرج من البرنامج من غير ما اعمل اي شيء خالص زي الاختصارات اللي هنا كنترول اس كنترول ايه شيفت ايه تمام ايه كنترول شيفت اس يحفظ لك الكل وهكذا. ده ببساطه يا اخوانا الايه عمليه ها
ده وهندلنا ايه حدث، ضفنا هندل ايه حدث، واستخدمنا عمليه لامدا اكسبريشن، او ممكن انت تستخدم عمليه الايه، ها اللي انت تعمل ادرس اوف ايه اهو هنا، اه هنا ممكن يقول لك ايه ادرس اوف كذا، اللي انت تهندل ايه اي شيء معين، او تستخدم لامدا اكسبريشن وتحط هنا الايه الصب بتاعتك مره واحده. يبقى كده بفضل الله يا اخوانا انتهينا من صناعه منيو ببساطه خالص. طبعا انت ممكن كل ده خلاص ممكن تقول له هنا الايه، تنقل كل ده فين، في الكونستراكتور بالشكل ده كده، يبقى افضل في الكونستراكتور تمام بالشكل ده اهو، سب نيو تمام، حط تحت هنا كده ده ببساطه في الايه في الكونستراكتور. وممكن تقول له مثلا البوتون هنا، خلي بالك تقول له مثلا منيو، خلي بالك او مثلا من منيو، فعشان تعرف المنيو بتاعتك خليها فوق، خليها في ايه اهو فوق هنا كده تمام تمام هتقول له هنا ايه اهو مين منيو، خلي بالك دوت دي او سي، ممكن تغير اول ما تضغط هنا مثلا خلوا لي مثلا ايه طب طيب خلي بالك هقول له هنا اف اف، لو في حاله هو اساسا كان بيساوي طب تمام، ها زين خلوه لي ايه بيساوي بطن تمام، إلس اند خلوه له طب بس هنا اند ايه اند اف بس، لو هو طب خلوه له بطن. طب إلس إلس يعني ايه؟ يعني مش هكون يعني إلس للطب يعني هيكون بطن، خلوه له طب، يبقى هيدخل بالكونستراكتور جاهز اهو كده، بقت تحت كده ها تبقى فوق كده تمام تمام. طبعا انت ممكن ايه تخليها تلف براحتك. المهم يا اخوانا دي البرمجه بسهوله، البرمجه ميزتها اللي هي ايه يعني ايه مفتوحه على بعض، يعني تخيل البرمجه اكثر انفتاحا من الدول العربيه على بعض، تخيل بكتير جدا فوق ما تخيل، ان انت ممكن تجيب ده من ده وتجيب من الكونتكست منيو وتحط في في الفايل منيو، او اسف في المنيو ستريب العاديه خالص، او تجيب اوبجكت من ده وتجيب من ده، تجيب اي حاجه من هنا. دي البرمجه انتجريتد فول انتجريتد مع بعض، متكامله مع بعض، ده ميزه البرمجه تمام. وصلى اللهم وسلم وبارك على اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.